بحضور سمو الشيخ تركي بن راشد بن عيسى الخليفة نائب رئيس المجلس الوطني للفنون وسمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل السباق الافتتاحي للموسم الجديد 2023-2024 والذي أقيم على كؤوس المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ راشد بن عيسى الخليفة طيب الله ثراه وذلك على مضمار سباق نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمنطقة الرفا بالصخير. وتم تتويج الفائزين بكؤوس المغفور له بإذن الله سمو الشيخ راشد بن عيسى الخليفة، حيث قام سمو الشيخ تركي بن راشد بن عيسى الخليفة بتقديم كأس افتتاح الموسم للشوط الثامن إلى مساعد المدمر الفائز بول سميث، فيما قدم سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى الخليفة كأس الشوط السابع إلى المدمر الفائز ألان سميث. كما قام سمو الشيخ عيسى بن راشد بن عيسى آل خليفة بتقديم كأس الشوط الأول إلى مساعد المضمر الفائز محمود علي وكأس الشوط الثاني إلى المالك حسين العفو، كما قدم كأس الشوط الخامس إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة، فيما قدم سمو الشيخ خالد بن تركي بن راشد آل خليفة كأس الشوط الرابع إلى المضمر الفائز ألان سميث وكأس الشوط السادس إلى المالك الفائز هادي العفو، فيما قدم سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد آل خليفة كأس الشوط الثالث إلى المضمر الفائز ألان سميث. هذا وقد اشتمل السباق على 8 أشواط. كأس العلامة الكاملة في مثل ما ذكرنا في الشوط اللي قبل محمد حسن المركز الأول مهمنته المركز الثاني وأهم هذه الأشواط طبعا هذه هنا.